اليوم يوم إطلاق المختبر التفاعلي الابتكاري لمبادرة ود العالمية في نسختها الثانية. المبادرة برعاية كريمة من سمو الشيخ ذياب بن محمد رئيس الهيئة ورئاسة معالي ريم الهاشمي. الهدف من المختبر اليوم هو أن نكون منصة معرفية في إمارة أبوظبي دولة الإمارات، تجمع العديد من الخبراء. اليوم معنا 30 خبير محلي وإقليمي وعالمي في مجالات تختص بالطفولة المبكرة، بالاستثمار والاقتصاد، بالإعلام وبالتخطيط الحضري وغيرها من مناطق من الاختصاصات الأخرى. هدفهم اليوم أن نجتمع معهم وبطريقة تفاعلية ابتكارية نوجد حلول عملية للمشاكل والتحديات والفرص المستقبلية في قطاع الطفولة المبكرة. هذه المبادرات سيتم عرضها على لجنة تحكيم برئاسة معالي ريم الهاشمي واختيار 3 إلى 4 مبادرات يتم تطبيقها في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات، وأيضا يتم تقديمها للمجتمعات الدولية المختلفة بما يتناسب باحتياجاتهم وظروفهم المجتمعية.